قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، لم أداة جزم ونفي، وقد هنا جزمت الفعل المضارع. أين الفعل المضارع؟ وأعرفه. ترى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وقلب، قلبت الفعل المضارع إلى ماضي، ألم ترى، فيكون المعنى أرأيت الذين أوتوا نصيبا من الكتاب